يعني انا اصلا في الهلال مظلوم مظلوم يعني، مظلوم اخوان. بس اكثر واحد يعني عيال ترى تفضل انا اسوقكم، بس في العبيد انظلم يعني الصدق انظلم. اخوان لا 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 لا. مسكين. شوفوا يا اخوان انا يعني لا اخفيكم سرا، لا اخفيكم سرا ان المقطع اللي طلع غير صحيح، غير صحيح ابدا، ولا هو بمسفر، انا متاكد بمسفر انه في السكن. ترى والله العظيم يا الربع اني اسولف معكم، ترى شبه واجد ابو محمد، انت لا تحس انه ها كنا يشبه، يمكن يشبه واللي ايضا، يصور هذا حسبي الله عليه يا اخوي شكله هذا معيار يضربهم. هو اللي سواها يا عيال، احنا يا يلا ولد احنا يلا دقيقة ايه دقيقة دقيقة ايه الربع، انا بصارحكم يعني يعني حد ما في احد، هو اللي سواها الله ليوفق، ليه سواها؟ ليه انحاش؟ يا اخي اسال عنها يوم القيامه هذه، والله العظيم كن صريحين شوي، ورب الايمان اني حاشرها البارح، حاشرها البارح واني مفتش شنطتها هنا يا بهاء من مرحله الجوال، والذي نفسي بيده اني ماسك المتسابقين كل ابوهم على جنب، قلت هذا الرجال مثل اخوي الصغير يا الربع اللي معه جوال بكيفه، لاني مطرد وراكم ولا عندي فيكم، لكن ارجوكم الرجال ذا لا حد يعطيه جوال، مسفر الى كلوبي لا حد يعطيه جوال، والله اني اقولها من محنيه وبسال عنها، اقول مسفر لا اشوف رجال يعترضه ويعطيه جوال يا عيال، يتاثر يقرا الرساله ما هي بزينه، مسفر لحد الان ما دخل الجو، اكيد ان فيه ناس بيقولون مسفر ذا ما دخل، مسفر ما عنده سالفه، وهو في بطن بيشه وانا في الرياض الصج قال ما هم ما ودي ننجح، جيت قلت يا ابو عبيد يا رفيق ينقص عليك شيء، دراهم ملابس بسكوت اللي تبي انا تحت امرك، ينقص عليك شيء؟ قال امي كيفي؟ قلت امك طيب، قال ابوي؟ قلت طيب، غيره؟ قال سلامتك، الديره وشنو؟ قلت ما عليه عود، جيت عند محمد مفرح، جيت عند مسفر الكلوبي الثاني مسفر فالح، جيت عند هادي بالربعة، جيت عند خالد جعدبي جعيدبي من الجعدبي رفيقنا، علمته بعد سولفت عليه، قلت يا عيال جوالات لا تاخذونها، لا تعطونها فلان، لا حتى الشيباني، قلت يا الربع اللي معه جوال لا يعطي الشيباني، دلل عليه ما ودنا احنا اوادم نفرح ونبكي، والله احنا نحس الواحد يحس يتاثر، اما من تغريده المشكله ان التغريده انت ما تدري من اللي وراها، يمكن ما وراها الا جاهل، ولا انظر لهم كلهم الا منظور الاخوان ولا اختلفنا، ولكن لا 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 المحزن اني انا جيت عند ابو عبيد يعني قلت يا ابو عبيد ينقص عليك شيء نفداك؟ قال والله ما ينقص علي شيء، تبي شيء؟ قال لا والله ما بي شيء، مره دراهم طعام ملابس احد مضايق احد قايل لك شيء؟ ابشر بسعد، قال لا والله اني مستانس يعني مره بله، قلت ليه يعني انت مستانس؟ كم مستانس مره احب ابو سمره احب ورنو ياس نبات، قلت والبث؟ قال البث يعني تعرف الامور شوي لك عليها، الامور لك عليها شوي، لكن ابو سمره يعني انا استانس معه اكثر، قلت ليه يعني ابو سمره تستانس معه؟ قال والله ما ادري بس احبه يحبني يعني ثنائيه، قلت كيف يعني ثنائيه؟ قال والله ما ادري اسمعهم يقولون ثنائيه، قلت انا ثنائيتي ابو سمر، قلت طيب ثنائيه ليه ما تخليها مع الكاميرا؟ قال لا، قلت انتبه على نفسك، قال بيسولف معك شوي، قلت روح ادخل، رحت انا والذي نفسي بيده اني العب بلوتو في يدي انا، والله والذي خلقني وخلقكم ما ادري انه في محل يتقضى سلامات، هو ليه سوايا؟ احنا يا الله متحملين، كان انت ما تسولف ومحترم وذرب وانسان طيب، ليه يعني الحركه هذه؟ يعني انا يعني انت نعم ما عندك رقاب عشان يخصمون عليك الله يحييك،
أنت تنحاش سمرة تجي من أنت تنحى يعني ليه؟ يمكن سلمان انحاش له عذر، نقول إن الرياليتي عنده عالي بيغير جو. نواف نفس الكلام، حمد مفرح نفس الكلام، أنت وش عذرك الله يحييك؟ أنت 9 أيام راقد الله يطول عمرك، يعني وش ليه أنت سويت كذا؟ ليه يعني تخربها معي ذا الحين؟ يعني سعود العتيبي أنا وش سوي فيه؟ فهد معيان يعني، أنا ذا الحين مشكلتي يعني معك ولا مع محمد مفرح؟ يعني إيش هذه الحياة؟ يعني ذا الحين خالد حامد ما عنده مشكلة، يعني سعد السبيعي ما عنده مشكلة، واحد واحد يعني أنتوا اثنين ليه كذا؟ الله يلعنكم ويسود وجيهكم. دقيقة يعني أبي جوالي الثاني أنا، يعني والله ما لها عذر، حتى العذر ندوره يعني. الحين من بفكك من فهد؟ فهد معيان والله قلبت راسك انت يعني، حتى المدير يعني انا ادري ان المدير ورب الايمان اني ادري انه صاحي مغرد يشوف اتصال يعني مع ديبي. انت يا مسفر ما تخليت انه خط رجعه، يعني الاستبعاد ما راح يكون على متسابق، انا اتوقع يعني ان الاستبعاد بيجي مقدم ومتسابق، يعني كلكم تعالوا يجي اهم بحاجه محمد مبرح مسفر بكل اهلا بك. اهلا بك. يا انا من الظروف هو والله انا هو مسفر خلاص هو طلع هو انا حاولت بس ما طيب ليه تكري جوالهم مقفل كم ما جوال بس ما يعني يقول بحارب الحالة يعني قد جاب العلم بعد اللي حارب الحالة منهم غرد ذن معيان هم جابوا طريق ولا انا بعته دقيقة دقيقة مسفر الصغير ترنت الله يلعن دقيقة أنا اللي بعته ولا هم ولا هم لا تقول أنا اللي بعته أخو صغير ما بعته ما بعته اللي باع يعني فهد معي مو بشغل ما تصح قصيده دقيقة لا فهد مغير دقيقة صار أربعة دقيقة يعني صار العلم أكيد ما حد جاب طريق غيرنا يذمت يا سالم كلنا عارفين انه مسؤول والله هجت له كذا قلنا قلنا جاية الجمهور سلطان سلام عليكم أبو عبد الله هو مسفر اللي يلحش ولا أنا أقول إنه شبيهة يعني أبو عبد الله أنت في سبيس في 1510 والجوال سبيكر ويسمعونك كلهم تأكد إن بإذن الله بإذن الله لا طالب في استبدال بمتسابقين أو لا منهم طيب أنا ما عندي بس ترى لك لبي ترى مظلوم ظني إنه مو أبو لأن إذن أبو سامر عزيز وفادي العيان هم اللي حافوه طيب أستاذ سلطان يعني مسفر ترى يعني من واحد استبدال
لليوم ثمانية استديو احنا ولا تسعة؟ لا هي حاجة في عذر حلو، ممكن هو خاف من النقد اليوم يوم حافظ ناو زعل ونحاج، هو يمكنه من حاج يمكنه راقد، هو راقد له تسع ايام ممكن ما يتحمل. ايش علوم كيف الحال؟ عساك طيب ايش علوم؟ كيف الحال؟ دقيقة مع الكلام ها بحاج انت تجزم انه هو تحطها في ذمتك؟ ما ادري انا والله ما ادري من اللي من حاشين والله ما ادري بحد طالبت ان شاء الله انه يعاقب عقاب سريع. لا لا بس ترى ما هو بلا كلبي يا مسلم. ألا ألا ليه ما بلك لبي؟ أنا أقول إن شاء الله إنه يطلع بس بحيث إنه نقدر نصفي المجموعة صح يا بهاج. بهاج على عنده ملابس ما يعطيها علي عساب يحط الفنيلة في دينه وين ما تجي مقاسه يعطيها أي واحد هادي من ربع مسكين ما عنده ملابس خلي ياخذها. أنا ما أدري ليه يشتري، هو مو هو ما نزل بث، هو ليه يروح يشتري ملابس؟ سطار أنا ذا الحين كيف أتشفع له عندك؟ مسكين يا أخي، أخي سوي عذر زي سلمان ملحي يا أخي، كيف جالس يضبط السيناريو في المستشفى؟ أبو عبد الله والذي نفسي بيده ما أمزح معك، أقسم والله ما أمزح إنه قتلني. أنت راقد، أنت رحم أمك، سلمان ملحي له عذر ينحاش، رايح يغير نفسيته لأنه راعي ريالتي. تنفرح له عذر الجميع، انت وش عذرك رايح تشتري لبس؟ انت ما تطلع بس انت ما عندك شيء تقدم. يا ولد يا ولد ما ادري حتى لا يشتري ملابس وما يطلع ولد. سلطان لو اهديتك ناقه يعني اشتري ولاك؟ والله تشتري ولاي بناقه يا ابو عبد الله انا مستعد والله عن هناك دين والله عن يسوم والذي نفسي بيده على ما يشهدون 1625 ان اشري لك ناقه قيمتها قيمتها اكثر من 20,000 ولكن نبي شباعت كل يوم يا سلطان. كم على السوم الناقه؟ لا كم ما حد لا والله من عمل وقت سمت في واحد يقول والله لا اشريها لك شرط ان هي تشفع لك موضوع كم سوم عجل بس كم عليها؟ على على لكن لن يتدخل العمل في شراء الذمم يا بهاج. بهاج سم ابن عمك لا يروح خليه يرجع. انت من سلطان؟ بهاج رجع بهاج رجع ذا من بندر من ناحية ونعم المخرج ما عليك زود اللي قاعد اسمع ونعم بندر الرياحي الله يا بندر افزع أبشر بي ما في الخير بيبي أبشر بي خابتهم الطعيم لا لا بندر رجع ولد عمنا يمكن هو اللي منها وقول السوء ولد تصويت ازهني ما في تصويت هو برا يلا هو بح الملابس دهين خلي تقابل ينبسط بهاد المطلب وش بيصير بولد عمك مصطيرة خطير جدا المشكلة رجع أرحبوا غنى العلم ما لعنت جده العلم ولد الرجال اللي معك ولد عمك يحق له ينحاش والله انه يحق له مقدم رياليتي عنده الشيء بيشفع له ولد عبك عنده مقاطع باليوتيوب رفيقي ما عنده شيء ومنحاش يروح يشتري بدل شين وقوي عين يهايط على الناس يقول ما يتعزيز المحمد روح يا رجال انت مستبعد يعني شين وقوي عين
ويطرحه المستبعد، طرحه اليوم. أخوك أنا رافع يدي، أنا رافع يدي، هو مهم من عاش، أنا بريء منه. نعم نعم سجل اسمه، أنا بريء منه. لا ذا الحين مهم موجود، أنا غلي من اللي معي يقولون إنه ذل يشري له ملابس، ظني رفيقك معه، أضحك إنه راح يلعنك، شوف كيف يضحك، اللي يضحك وشنو؟ يا ولد يا شكري أخوك هو لا هذا الطيب اللي عندي اخوك انفجر من صمت، ما انا ما ادري ليه هو وش منحشه، ولا هم من زين السوالف، ولا هم من زين الرياليتي، ولا هم من زين الوجه، لا وينحاش عدو من يوم اليوم اليوم ولد بيطردون توقع. والله شوف ابو عبد اتوقع بكل شيء، سعودي ديفيد اتوقع بكل شيء، ما عنده صار اتوقع ممكن، ظني هذا مسحر هو والله بيني وبين نواف هو في المجموعة يعني بينه وبين الشباب الباقيين في تفاهم وفي في بينهم انتم يعني نشطوا الشباب خلاص، الله ان كان طلع مشكله يصير في خلل بالمجموعه، اشري لك ناقه ويطلع نواف. انا رفيقي ترى مظلوم يا الرب، والله شوف والله محمد مفرح مسكين تعبان، هو مشكلة انا بعلمك بالصدق، محمد مفرح مسكين تعبان وشكله راح المستشفى منه قبل، لكنه سلح على البث الله يبلاه، ما يتفاعل صفر، انا احس انه يدوخ او يغمى عليه لا نزل البث، انا ما ادري ايش يطالع كذا، يطالع الناس انت عاوز مني ايه، يعني تعرف لودينج دي مين اللي دي الدور لجالك يعلق لودينج دي الانتظار، احس تجي عجبته لطلع بث، اين انتم وين فيه، لا والله ما اخفيكم يا عيال، ما اخفيكم يعني هذه بصارحكم بيننا بينه، جيال جميع المقدمين يحبونه، اليوم جل اليوم يوم النقد يجلدون، انا فاتس ضحك انا والعصيمي وابو سمره وليد قشران، وليد قشران يقول بدق ودور هذا دق عليهم اقول يا ولد مسكين يا رجل والله العظيم اني احب اضحك انا وعزوز العصيمي، صورتها انا سنة، وليد قشران يقول يا ولد والله اكثر واحد قبل في ذا البرنامج الرجع ذا عزيز المحمد فهد معيا دعيرم كل العيال قابلينها، بس ما بدي سرت هذه جلبة تجي صدمة عمر، استحي وايد 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 اي والله وايد ذي أشهد بالله يا زوزي ذي تجي لا أبدا ما هو بحل الاستبعاد أبدا ما هو بحل،
يقول متوجه لسه ما رجوي في وقت. ما يا اخوان ما انا ما ادري ما مشكلته انا ما ادري شنو. يا ليل استرى اي يعني الموضوع يعني شوي عاطفه يعني. ايش فيك متوتر اكثر من نصفر؟ شكلك انت الليدر اللي مهربه وفاتح بيس عن الشكوك. ما في ليدر، هات خيرك. اول شيء ما هربت احد، وش هربله انا؟ يلا في نفسي باقي هربه. انت نسيت نفسك اول برنامج ما كنا نشوفك فعلا. انا والله يبقى انا اشهد بالله صادق. يا عيال لا تكتبون هنا مستر الظلم، لا تكتبون هنا تبع تغريدة ناصر، تغريدة ام حق يا ناصر زين راقد. محنك اضرب بس يرحم امك بنكي وبرين. يا انا لو اني بدال نواف ولا ومفرح ومسفر وملهي لقطنا الحيوط محذف تحد انا اطش راسك. انت تدور احداث وراي في فقرتك، انا بفقش راسك ادور لك حدث قبضه كذا عيد ما حد قد جاب. اتفرد به انا القط الحيد ما اضرب في راسك. هلا استاذ محمد دير، السلام عليكم. السلام عليكم، اسعد الله صباحكم فردا فردا. يا مرحبا ابو سالم، شلونك؟ يسلمك خليك. يا هلا يا ابو محمد. هلا ابو سالم. ابو سالم انت جاك اسمع الناس اللي انحاشوا؟ يا ولد شو السالفه؟ ايش صاير؟ ما ادري انا ايش السالفه. عيب ذمتك ابو سالم، جاك اسمع ايشكم تعرفون؟ والله العظيم توني صحيت يا ولد، دخلت وشفت الجروب ملعلع لحد الحين من الاسماء من تويتر. الاسماء اللي عندكم ما عندي اسم. وش قريت في تويتر؟ يا حاطين اشوف فهد مغرد مستانس مكبشر استديو ماله. ما يعني من اربع اللي هاربين اللي شفت صورته سلمان ملهي وفي نعم. فيديو ظاهر حق نواف بن عياش. حلو. اي بس اثنين هذول، منو غيرهم؟ ما غيرهم احد. اثنين ذول الله يجعل ابوك في الجنه. اربع يقولون يا ولد. لا اثنين اذا جينا في المنطق. الفيديو اللي ما في منطق، الفيديو اللي شفته انت كيف شكله؟ ليش ما منطق؟ انت بالفيديوهات ولا باللي هاربين؟ لا اللي شفته انت، الفيديو اللي هارب اثنين. كيف شكله الفيديو؟ واحد مصورينه، واحد مصورينه يقيس سروال هناك بعيد. اي هذا نواف عياش ظني اتوقع. اي وسام ملهي في المستشفى هو يا اخو ركان. الله. اي نعم. اي زين مسفر لك ليش فات على هاشتاج شي هارب؟ هذا واحد. لا الله يجعل ابوك في الجنه. متسابق هذا مسفر لك ولا شيء؟ لا الله يسعد قلبك الطيب مسفر. هذا لا نفتع عينك، هذا يطيعون الكرامة قصيدة لواحد من الجماعة اسمها انت ركز على التاء. ايه الطيب مسر. لا لا الطيب بس الطيب، لا تستغربه من اهل الطيب. ايه ما تعرف قصة يعني مشهورة ما سمعت فيها سلك بالله؟ لا يذمك. ايه صح الطيب ايش فيه يا ولد؟ انا ترى والله ما اعرف المتاعات تغيرت عندي انا ولا متحلل مسفر لك اللي لا قايم ما ادري شلون. ما في مسفر يعني التاب وش الطيب؟ الطيب عطر ولا الطيب الفعل؟ لا
لا لا الطيب لا تستغرب منها، للطيب اللي لهم في منهج الطيب خبره، ابره اوسع على الاجواد من فيضه الشعيب وضيق على الانذال من تقلب من تقبل. يا سلام يا سلام، انا عبالي الطيب طيبك اللي مصور اليوم هذا شو اسمه الفندر يا يعني. لا لا فندر باذن الله احنا قاعدين نجهز له معرض العطور وكذا. بهاج بهاج ليش مسميه فندر انت؟ فندر فندر سياره فندر. لا 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 لا. والله لاند روفر اسمه فندر. لا لا فندر ذاك لا فندر لا فيك نسيته نسيت بس ان اللي انتشر مقطع هذا ترى نو يا اخي نواف عياش ما يمشون يبي شنو نفتح الباب يوم داخل تلفون يوم داخل يوم داخل بقصيده شطره يموله يا اخوي ايش السالفه هذه قصيدة.